على الحدود الجنوبية من القطب الشمالي تمتد البراري القاسية على مساحات شاسعة جداً. إنها غابات بوريال المعروفة بالتايغا، وهي أكبر الغابات على وجه الأرض. بيئة طبيعية ضخمة، موطن لعدد من الحيوانات غير المألوفة. من أرضية الغابة حتى قمم الأشجار الشاهقة، تخوض هذه الكائنات الاستثنائية معركة في سبيل البقاء ضد بعضها البعض وضد الظروف القاسية لغابات الثلج.